فرصة العمر وتا بالنسبة لي فرصة العمر باسكو بزاف كيسولوني هذا السؤال كيقول لي علاش درتي هذا الفيلم. انا درته اولا سانوماج الوالد ديالي، انا الوالد ديالي انا من الريف ولكن ما كناش كنهضروها حيت والدي من الشمال، دونك كنا كنهضروا الدارجه في دارنا وبقى دائما عندي هذيك الحرقه. نكذب عليك لا قلت لك ما لقيت صعوبه لانه راه بحال بديت والله الا بحال عاد اليوم بديت تمتي، عرفتي نهار اللي جيت نهار الاول في البلاطو مخلوع لانه اولا معايا ممثلين وما عندناش الوقت بزاف وما نبغيش نحيد لهم التركيز ديالهم في الوقت اللي هما كيلعبوا معايا وانا كنقلب على لي فراز ولا كنديرهم بطريقه ولا اخرى. اولا كيخصني ما نقلقش هاد الناس، ما نقلقش المخرج، وفي نفس الوقت نكون العمل سلس وما يبانش انني ما كنعرفش نهائيا نزرق. واخا دابا قلنا للجمهور نتمنوا ما يلاحظوش هادشي في العمل. مسلسل مغربي باللغه الامازيغيه الريفيه، تحكي لي استوار ديال واحد البنت سميتها زينب اللي عايشه في مدينه الناظور واللي حلمها وفرصتها الكبيره انه واحد النهار الاب ديالها اللي هاجر ملي كانت صغيره هاجر للخارج الوطن انه يرجع. دونك حياته كلها بين الانتظار ديالو، تكتب له رسائل، تخيل الشكل ديالو كيفاش داير، وواحد النهار غادي يرجع الاب ديالها. العوده ديالو غادي تجبد مجموعه ديال الاسرار، مجموعه ديال المشاكل، غادي تجبد مجموعه ديال الحوايج اللي كانوا مخبيين، خصوصا علاقتها مع امها، علاقتها مع خطيبها، علاقتها مع الناس المحيطين بها، وعلاقتها مع العماره النمره 23 اللي هي ساكنه فيها اللي مخفيه اسرار كبيره وقعت هذه 22 سنه. دونك في وسط عمر مسلسل درامي اجتماعي فيه مجموعه ديال المفاجات، فيه نجوم كبار من الريف، من نجوم الدراما المغربيه، وفيه اول مره المشاركه ديال الفنانه حنان الاخضر اللي كلشي تعرفها. هي ثاني تجربه ليا من بعد سمرقند، دور كان تمثيلي غنائي رمضان اللي فات، وهذه تجربه زوينه بزاف سورتو انني اصولي ريفيه وكنفتخر انه كنقدم هذا العمل. يعني ما نقدرش نوصف لك الفرحه ديالي سورتو فاش صورت في الريف في بلادي في مدينتي، سي ديفيرون زعما واحد الفرحه لا توصف صراحه. كنخدم وانا فرحانه، كنخدم وانا كنعرف انني غادي نعطي شي حاجه لمدينتي. صراحة استمتعت بزاف، ليكيب كلها متعاونة لأنه نجاح العمل كيكون هكا مشترك، خاص تكون فريق ماشي غير واحد ولا جوج، ولا كيكون أشخاص كلهم عاونونا وتبارك الله عليهم، عياو معنا شوية ولكن إن شاء الله يا ربي العمل ينال استحسان الناس إن شاء الله. المسلسل ديال فرصة العمر كنلعب فيها دور عالي واحد الشخصية اللي كتبان على أنها إنسان طيب، ولكن هو في حد ذاته أنه إنسان كيبغي يستولى الأراضي، ما كيحترمش ما هو تاريخي ما هو تراثي، فكيشري وكيهدم وكيبني. عنده هو غير الفلوس حتى ولا يستغل مرته باش أنه يكسب المال في بعض اللوحات ديال الفنون التشكيلية. دوري في مسلسل جديد فرصة عمر هو دور ديال كريم، شاب مغربي طموح باغي يوصل، باغي ينجح، باغي يحقق مجموعة من الأهداف والطموحات في حياته، وفي المسار ديالو غيعيش مجموعة من القصص، مجموعة من التجارب، والأهم حاجة أنه الفرصة ديال العمر ديالو مرتبطة بواحد تيمة جميلة جدا اللي هي الحب، فغيوصل للمبتغى ديالو ولكن في نهاية المطاف ما نقول لكمش، نخلي لكم التشويق والإثارة في رمضان تكتشفوا اش غيوقع ليه. مات حنان الخضر ومرأة مناضلة تقاست عانت ضحات وتحرمت نفسها من جميع المسائل الحياة باش توصل بنتها، باش تقريها، باش تعلمها، وباش تحميها حتى من الناس، من الزمان، من الحياة، لأن هي عانت وما بغتش بنتها تعان كما هي عانت هي. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.